في إطار مكافحة المضاربة الغير مشروعة للمواد المدعمة من طرف الدولة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي، وبناء على معلومات مؤكدة واردة إلى وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بفرندا، مفادها استغلال بعض الفلاحين استفادتهم من عملية الدعم المجاني بالبذور هذا الموسم، وقيامهم بممارسات احتيالية تتمثل في تحويل هذه المواد المدعمة عن مقصدها الامتيازي عن طريق بيعها لأحد السماصرة الذي يقوم بإعادة بيعها لتحقيق أرباح مالية عن طريق المضاربة الغير مشروعة، مما أدى إلى ارتفاع أثمان هذه الحبوب في السوق المحلية إلى مستويات قياسية. بعد وضع خطة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم مداهمة مكان تخزين هذه البذور، أين تم حجز 19 قنطار من بذور القمح المعالج، 2.6 قنطار بذور شعير المعالج، 16 قنطار شعير غير معالجة. التحقيق بيّن أن الشخص الموقوف يقوم بإخراج هذه البذور من تعاونية الحبوب والبقول الجافة. سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.